إلى حماية المدنيين، وبدل ذلك تستمر إسرائيل في استهدافهم وتستمر في اعتداءاتها الجماعية العشوائية. لقد دعا المجلس ودعت المحكمة إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في كامل قطاع غزة. أما إسرائيل فاستمرت بدل ذلك بفرض الحصار والتسبب بالمجاعة وبخلق ظروف تؤدي إلى انتشار التجفاف والأمراض الوبائية بما في ذلك في صفوف الأطفال. لقد دعا المجلس ودعت المحكمة إلى وقف التحريض على الفظائع وعلى الجرائم الفظيعة، ودعايا إلى مساءلة المسؤولين عن هذا التحريض. بدل ذلك ضاعفت إسرائيل ما تقوم به. 12 وزيرا من حكومة نتنياهو قد شاركوا في مؤتمر يهدف إلى إعادة استيطان غزة والتخلص من الفلسطينيين في غزة والاستمرار في سياسة التهجير واستبدال الشعب الفلسطيني. مئات غنوا ورقصوا محتفلين بارتكاب هذه الجرائم. السيدة الرئيسة، المحكمة قد اطلعت بمسؤوليتها من خلال هذه التدابير المؤقتة، ولكي تطبق هذه التدابير المؤقتة لا بد من وقف لإطلاق النار. وبالرغم من أن العبء هو على إسرائيل لكي تنفذ هذه التدابير المؤقتة، ولكنكم أنتم أيضا لا تطلعون بمسؤولياتكم ولا تعتمدون قرارا يدعو إلى وقف لإطلاق النار للسماح بتنفيذ هذه التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة. متى ستطلعون بمسؤولياتكم إن كنتم جديين بشأن احترام مسؤولياتكم وتنفيذ قرار المحكمة؟ ذلك يتطلب وقفا لإطلاق النار لكي تتمكن إسرائيل، بغض النظر عما إذا ما كانت قادرة على ذلك أم لا، عليها أن تنفذ هذه التدابير، وأن أردتم أن تفعل عليكم أن تعتمدوا قرارا يطالب بوقف لإطلاق النار، وإلا لن يكون من مجال لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة الستة. السيدة الرئيسة، ما عسانا أن نفعل عندما ترتكب الفظائع وعندما لا تكون فقط جزءا لا يتجزأ من أساليب الحرب التي تستخدمها سلطة الاحتلال، بل تكون أو تمثل سياستها الأولى؟ علينا أن نضع حدا نهائيا لهذه الفظائع. منذ اليوم الأول قلنا إن ذلك لا يتحقق إلا من خلال وقف لإطلاق النار، ونستمر بتكرار دعوتنا إلى وقف إطلاق النار. الأمين العام قال أنا بحاجة إلى ثلاثة أمور: وقف لإطلاق النار، وقف إطلاق النار، ووقف إطلاق النار. مارتن جريفيث كرر النداء نفسه. كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة تقول لا يمكننا أن ننفذ ما علينا أن ننفذه في غياب وقف لإطلاق النار. ومع ذلك وبعد 115 يوما على هذه الحرب المجرمة المروعة ضد شعبنا في قطاع غزة، ما زال إذن المجلس عاجزا عن اتخاذ هذا القرار. على الأقل 11 ألف طفل قد قتلوا في الوقت الذي نستمر فيه في مناقشاتنا في هذا المجلس. أكثر من 26 ألف فلسطيني قد قتلوا في ظروف مروعة. 2.3 مليون شخص يعيشون الجحيم كل يوم منذ 120 يوما، وهذا الجحيم سيرافقهم طويلا بعد انتهاء الاعتداء. هم يحاولون أن يحتالوا على الموت مرة تلو المرة، يهربون بحثا عن الأمن والسلامة مرارا وتكرارا، بالرغم من أن الأمن ليس متوفر ولن يتوفر إلى أن يعقد المجتمع الدولي العزم على وقف هذه الحرب ووقف هذه الفظائع.
13 عضوا في المجلس قد صوتوا لصالح وقف فوري إنساني لإطلاق النار، و153 دولة عضو قد أيدت وقف إطلاق النار هذا في الجمعيات العامة. الآن وقد اعترفت محكمة العدل الدولية بخطر الإبادة الجماعية، سيكون بمثابة الجرم ألا نتحرك لإنهاء حرب الفظائع هذه. السيدة الرئيسة، نتنياهو قال: اقتبس، لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر ولا أي طرف آخر. نهاية الاقتباس. وقد اتحدث كمجرم حرب حقيقي. أقواله التي ترقى إلى الإبادة الجماعية قد اقتبستها المحكمة، وهي شر، وأفعاله التي ترقى إلى الإبادة الجماعية شر كذلك. وعندما تقرر المحكمة الجنائية الدولية أن تطلع بولايتها، يجب أن يحتل مكانه في السجن في لاهاي وليس في السلطة في إسرائيل. وجميع البلدان من مختلف أنحاء العالم أعربت عن دعمها من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي وإنهائه، وعلى استقلال فلسطين وحل الدولتين. وماذا كانت إجابة نتنياهو؟ بل تبجح بتخريب جهود السلام وحرصه على ذلك طوال عقود من الزمن، وعرقلة نيل الفلسطيني لاستقلالهم وحل الدولتين، بل وحرم شعبه من التنعم بالسلم والأمن. تلكم هي أجندته، وتصرف على أساسها على مدار الأربعين سنة الماضية. السيدة الرئيسة، إن إسرائيل تتحدى القرارات الصادرة عن هذا المجلس، وتتحدى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وهي تخوض حربا مفتوحة ضد الأمم المتحدة. ما من بلد واحد على وجه البسيطة شن حملات بشكل صريح ووقح ضد الأمم المتحدة. لماذا تحرص إسرائيل على مهاجمة الأمم المتحدة؟ لعل المرء يتساءل. لأن الأمم المتحدة هي مصدر لأدلة على ارتكاب الجرائم الإسرائيلية، وتريد إسرائيل أن تنال من مصداقية الشاهد وإتلاف للأدلة، لأن الأمم المتحدة تساعد الشعب الفلسطيني على البقاء على قيد الحياة والتشبث في أرضهم، وبينما تريد إسرائيل أن تجتثهم منها. ولأن الأمم المتحدة هي المنبر، منبر حقوق الفلسطينيين أولها الحق في تقرير المصير والعودة، اعترفت بها الأمم المتحدة، وتريد إسرائيل أن تنكر هذه الحقوق وتحرمهم منها وأن تقضي عليها. ولأن الأمم المتحدة قد حددت متطلبات السلام العادل والدائم، بينما آثرت إسرائيل أن تختار التطهير العرقي والإبادة الجماعية. لقد سعت إسرائيل إلى حجب التمويل عن الوكالات الأممية، بدءا من اليونسكو وصولا إلى الأونروا، وافتأتت بل وهاجمت جميع الأذرع والأجهزة الرئيسية التابعة للمتحدة، من مجلس أمن وجمعية عامة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحكمة العدل الدولي. إن وزير خارجيتها الأسبق قد حرض على الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير خارجيتها الحالي اتهم المفوض العام لوكالة الأونروا بأنه أحد أنصار الإرهاب والمؤيدين له. إن ذلك فعلا يندرج في باب المزاعم البغيضة والمشينة. وشنت أيضا إسرائيل حملات ضد كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بما في ذلك لين هيستينغز، ورفضت إصدار تأشيرات دخول لممثلي الهيئات الأممية عقابا لهم على احترامهم لولاياتهم الممنوحة لهم بحكم مناصبهم. وفي ذلك الاعتداء توجته بقتل أكثر من 150 موظفين المتحدة، بل هو الرقم الأعلى خسارة في صفوف المرتبات الأممية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وذلك في نزاع تحاول إسرائيل تفكيك وإزالة أي عقبة
تعترض سبيل خطتها بتدمير فلسطين والشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسرا واستبدالهم عنوة وبسط كامل سيطرتها من النهر إلى البحر، وأن تنفذ خططها العنصرية والاستيطانية، وفي التعامل مع مزاعم إسرائيل الموجهة لموظفي الأنروة لا ينبغي للمرأة أن يفقد البوصلة الرئيسية إزاء هذه الوقائع والهدف المعلم لدن إسرائيل ألا هو تفكيك الأنروة. ولقد نجحوا ذات مرة إبان إدارة الرئيس الأمريكي ترامب عندما حجبوا التمويل عن الأنروة طيلة أكثر من 3 سنوات. ثمة مزاعم خطيرة وثمة تحقيق جدي فتح في الأمر، إن مبادئ الإنسانية والحيادية وعدم الانحياز والاستقلالية يجب أن يتم احترامها. ومن الواضح أن الأنروا والأمين العام المتحدة ملتزمين بتلك المبادئ، وما من سبب يدعو إلى أن يلقي ذلك بظلال من الشك على التزامهما، وما من سبب يدعو إلى استباق نتائج التحقيق أو اتخاذ التدابير ترقى إلى مصاف العقاب الجماعي ل30,000 من موظفي الأنروة وملايين اللاجئين المنتفعين ومن خدمات الأنروة. وأن الأنروة هي المثال النموذجي على نجاح الأمم المتحدة، لأولئك منكم الذين بالكاد يستكشفون وجود الأنروا اليوم، الغرب أنتم من أنشأ الأنروا في عام 1949 لأن كنتم أنتم غالبية الأعضاء في الأمم المتحدة، وقصة نجاح ونموذج يحتذى لنجاح تعددية الأطراف، وجميعنا ينبغي أن نشعر بالزهو والفخر أن لدينا منظمة أو وكالة من قبيل الأنروا داخل منظومة الأمم المتحدة التي قامت بعمل مميز في تقديم الخدمات الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين على مدار 75 عاما. إن واجبنا الجماعي يقتضي منا أن نحمي هذه الوكالة وأن نمولها وأن نتيح لها بأن تنفذ ولايتها الإنسانية لا سيما في هذه الأيام. فمن غيرها متواجد داخل غزة من بين المؤسسات والمنظمات الإغاثة الإنسانية القادرة على تنفيذ ما أنتم قد شرعتموه بين دفتي قرارين الصادرين عن مجلس الأمن؟ لولا جيش 30,000 من موظفي الأنر والشجعان كي تنفذوا ما يصدر عنكم من قرارات، لا سيما توزيع المساعدات والسماح بمرور كميات ضخمة من المساعدات لكي تصل إلى جميع أركان قطاع غزة. ولكن لا يغرنكم وتقعوا في مصيدة الحكومة الإسرائيلية التي تريد أن تدمر الأنروة، وقد أعربوا عن ذلك بشكل واضح لبس فيه على مدار سنوات، بل هبوا إلى الدفاع عن هذه الوكالة الشجاعة. وهذا المثال الذي يحتذى على تعددية الأطراف إحدى قصص نجاح الأمم المتحدة. وفي الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني عمدا إلى حرمانهم ومنعهم من مقومات الحياة وما يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة في غزة، فإن النيل من الأنروا سوف يكون أمرا يفتقر الإنسانية ومن باب القسوة وعدم التحلي بالمسؤولية في شيء. وبما أنكم تدركون جميعا أهمية دور الأنروا وإسهاماتها القيمة، فأنا على يقين أن أولئك منكم الذين قرروا تعليق المؤقت لتمويلها سوف يسارعون إلى مراجعة موقع قراراتهم. ناشدناكم بالأمس وأيدنا النداء الذي أطلقه الأمين العام، أخاطب أولئك الذين أصدر مثل هذه القرارات أن يعاودوا النظر فيها، لأن الأنروة تستحق أن تحظى بالتمويل من لدن أولئك
الذين قاموا بعمل رائع في تمويل مثل هذه الوكالات على مدار سنوات كثيرة، والذين لطالما أعربنا عن امتناننا لهم مقدرين كرمهم في دعم الأونروا. السيد الرئيس، الخيار واضح أكثر من أي وقت مضى، إما أن نسمح لإسرائيل بتفكيك النظام الدولي القائم على القواعد القانونية أو احترام مقتضياته وقراراته. حان وقت إنهاء الإفلات من العقاب التي تتمتع بإسرائيل من الاستيطان إلى الفصل العنصري، من التطهير العرقي إلى الباد العرقية. ألم يحن الوقت لكي نقول قد لإسرائيل كفى وقد بلغ السيل الزبا؟ إن سياسة الإسرائيلية قد جاءت إلى السلطة بحكومة عنصرية، هي تكاد أكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل. إن رسالتنا واضحة، أوقف الإبادة الجماعية ثم وقف إطلاق النار، فالعدالة، فالحرية، فالسلام على هذا الترتيب الوارد، ذلك هو المسار الوحيد لوضع حد لهذا الجنون القاسي. فيستحق الشعب الفلسطيني ليس شيئا أقل من كل ما قيل، وهم لن يقبلوا بشيء سواه. طال أمد انتظار إقامة العدل. الحرية هي حق مكتسب، والسلم هو هدفنا المشترك وأفقنا المشترك. شكرا سيدة الرئيسة.